الشهيد فينا دم الشهيد ما راح. هذا البلد اللي وعدنا يجي صباح اشتقنا له كتير. انا اسف على شوقك، انا اسف على التأخير. عريس انت وشباب بلدك يبشروا يا صباح الخير. دمك كان مهر غالي وزف وراه نحن نسير، وبلدك في الطريق الصح، في الطريق الصح، في الطريق الصح. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكل عام وانتم بخير. ارحب بكم ونحن نعيش ذكرى مذبحه فضل الاعتصام. الرحمه والمغفره للشهداء والشفاء العاجل باذن الله سبحانه وتعالى للمصابين والعوده للمفقودين. هذا الفضل الذي أثر على كل بيت سوداني من أقصاه إلى أقصاه. وأنا في هذا اليوم أسعد كثيرا جدا باللقاء اليوم، أن يكون معي رجل وأحد الرجال الذين لهم بصمة واضحة في تاريخ النضال السوداني الذي توج بإسقاط النظام البائد. أنا سعيد جدا يكون معي داخل الاستوديو مهندس صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني والحرية والتغيير. أنا برحب بك كثير جدا، ونحن بنعيش هذه الذكرى اللي بتمر علينا، ويمكن أي بيت سوداني الآن هذه الذكرى في دواخله. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. والواحد يبدأ بأنه الذكرى أليمة. نعم. ذكرى 3 يونيو ذكرى أليمة، وحقيقة يعني ما عندنا سكة نقول لشهدائنا أنه نحن حنناضل من أجل تحقيق ما ضحوا بحياتهم من أجله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم باشمهندس صديق، أو كما يحلو للناس بعم صديق، أنا سعيد أنك تكون معي ونتحدث عن هذه الذكرى الأليمة اللي بإذن الله سبحانه وتعالى كل شهيد وكل أسرة حتنال حقها وحتنال القصاص. باشمهندس، بداية هذا الاعتصام وهذه الذكرى لها رمزية كبيرة وعظيمة، في البداية نتكلم عن هذه الرمزية. هي الاعتصام تجسيد. نعم. تجسيد كان للثورة اللي بدت. نعم. حقيقة النضال اللي بدأ من ما جاء 1989. نعم. الناس كانت بتناضل من أجل إسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية. نعم. بمستوياتها بأسماء المختلفة. سواء كان المؤتمر الوطني أو غيره، والنضال استمر 30 عام، توج أخيرا بثورة بتاعت ديسمبر الأخيرة. والاعتصام نفسه كان تجسيد لكل الجماهير اللي حصلت وناضلت في طوال الفترة الماضية 30 سنة. وما يميز الاعتصام أنه حدث يوم 6 أبريل في الخرطوم، وإلا أنه أعقب ذلك اعتصام في كل الولايات أمام قيادات القوات المسلحة. نعم. وانتشر بقى رمزية الاعتصام نفسه، بقى رمزية للثورة. وبقى يجسد العمل الثوري لإسقاط هذا النظام. نعم. وعشان كده قامت اعتصامات في مختلف المدن في السودان أمام القيادات. نعم. نعم. الشعب السوداني، يعني أنت لو دخلت الاعتصام بتجد كل الشعب السوداني بإثنياته بأعراقه بقبائله بكل مناطقه موجود داخل الاعتصام. لكن أنا أتكلم عن نقطة مهمة، التركيبة السياسية للاعتصام، وإنت واحد من الناس اللي كانوا موجودين ومدركين طبيعة هذا الاعتصام. هي كل الأحزاب وكل القوى السياسية العارضة. نعم. النظام كانت موجودة في. نعم. الاعتصام. الزخم الواسع أنه الناس اللي كانوا ما بيهتموا بالعمل السياسي اليومي كانوا موجودين في الاعتصام. وده الأضاف الجماهيرية الواسعة لهذا الاعتصام، والأضاف الزخم الواسع للثورة
السودانيه. انه بغض النظر عن انتماءات الناس السياسيه كانوا متفقين تحت شعار واحد، سلميه الثوره واسقاط هذا النظام. هذا النظام عشان كده كان الرمزيه بتاعته انه شاركوا فيه كل تقريبا كل الشعب السوداني شارك ما عدا الكناس اللي كانوا مؤيدين النظام السابق. نعم. كافراد وكاحزاب؟ كافراد واحزاب. الاثنين مع بعض. طيب الزخم الكبير والاعداد الكبيره الموجوده دي هل صنعت تباين في الرؤيه والرؤى؟ خلقت تباين؟ هناك حديث عن فضل الاعتصام، هناك البعض يرى الابقاء على الاعتصام، هل ده خلق تباين بيناتكم انتم؟ لا، في القوى السياسيه ما في. القوى السياسيه باستمرار كانت مع الاعتصام الى ان يحقق المطالب اللي قام من اجلها. نعم. كنتوا بتتجادلوا في هذا الموضوع لانه طلع كلام كثير جدا. هل كان في اختلافات؟ لا، ما في اختلافات. نعم. في القوى السياسية ما في اختلافات. ما كان في اختلافات. نعم. طيب الاعتصام حصل، يعني أيضا حديث كبير وعريض ومحاولات، الناس بتتكلم، هناك من يؤيد هناك من يعارض. موضوع كولومبيا، يعني يا ريت نحن نتكلم شوية، وإنت واحد من الناس أيضا الموجودين والمدركين الأمر. موضوع كولومبيا دارت حوله كثير من هي دارت كثير من الأقاويل. كولومبيا محل موجود كان قبل الاعتصام. نعم. وكان فيه هو يعني ناس فيه تجارة بتاعت مخدرات وتجارة خمور وهكذا. نعم. ولكن للحقيقة والتاريخ الفضل الاعتصام، فضل اعتصام كولومبيا تم يوم اثنين. يوم اثنين. نعم. يوم اثنين يونيو. عشان كده ما عنده أي علاقة، أي تبرير أنه كان القرار لفض الاعتصام بتاع كولومبيا ما صح. نعم. لأنه كولومبيا فض قبل يوم، قبل 24 ساعة من أحداث اثنين، ده يوم ثلاثة. يوم ثلاثة. نعم. عشان كده أي لأنه في الميديا باستمرار رابطينه، وخاصة التصريحات الرسمية بيتكلموا أنه القرار كان لفض كولومبيا. القرار ما لفض كولومبيا بدليل ما حدث طبيعة يوم ثلاثة نفسه. كباشي طلع في التلفزيون. نعم. وقال نحن دعينا لاجتماع. فيه دعينا رئيس القضاء. نعم. ودعينا النائب العام. نعم. ودعينا قيادة الجيش. وقيادة الأمن. وقيادة الشرطة. كل القيادات عشان نتشاور لفض الاعتصام. نعم. ووضعت خطة العسكرية تامة لكيف يخط هذا الاعتصام. قالوا كباشي في كلام موجود الآن في الميديا، وموجود في الميديا، وأعلنوا كباشي ما في زول قال يتعال قول الكلام. نعم. هو براه وجاء طلع في الميديا وقال تصريح باسم المجلس العسكري، قال هذا البيان. وده يوضح أنه القرار اتخذه المجلس العسكري لفض الاعتصام. يعني أنا ده سؤالي القادم، هل بتفتكر أنه يعني المجلس العسكري كان عنده دور في فض الاعتصام؟ عنده القرار. عنده قرار. هو اتخذ القرار بفض الاعتصام. نعم. وده التصريح بتاع كباشي كان واضح. نعم. نعم. لأنه فعلا يمكن أمس نحن تابعنا الأستاذ أديب يتكلم عن أنه هناك قرار وهناك من نفذ. قال هناك قرار صدر، لابد الناس تعرف من الذي أصدر القرار، وهناك من نفذ. يعني في حاجتين مختلفات. نعم. يعني حقيقة حاجتين مختلفات. وأنا سألت نبيل أديب وقلت له ليه أنت ما استدعيت أعضاء المجلس العسكري عشان تسألهم؟ لأنه أنا بفتكر البداية بتاعت اللجنة بتاعت التحقيق كانت تبدأ بيده مين اللي أصدر القرار وشكل القرار كان كيف. نعم. ما القرار لازم يكون فيه الباقي. نعم. فيه حيثيات وفيه حيثيات ومنو حيفض الاعتصام وحيفضوه كيف وبأي شكل وبأي أشكال. فلا بد كان اللجنة بتاعت التحقيق تبدأ بسؤال أعضاء المجلس العسكري. نعم. وهذا لم يحدث حسب علمي. حسب علمي. حسب علمي. لا. لا أدري، ولكن وجهت هذا السؤال للسيد نبيل أديب. نعم. شخصيا. طيب. نعم. قلت له يا أخي حقه كان تبدأ التحقيق بدعوة بالسؤال عن فضل الاعتصام والقرار بشكله شنو. هو كان عنده رد أنه حيستدعوهم أو رده؟ أيوة. لأنه حيكون في استدعاء. نعم. طيب السؤال اللي بيدور في أذهان الناس بعد الحديث اللي ذكره فريق كباشي، ايضا في حديث بيدور عن انه في بعض من القوى الحريه والتغيير كانت على علم او عندها دور. يعني الميديا انت بتكون تابعتها باشمهندس، الحديث اللي بيدور في الميديا، هل الكلام ده صحيح وانت جزء من هذه القوى؟ ما في اي حديث عن فضل الاعتصام بعلم قوى الحريه والتغيير. نعم. تمام. لما عايزين يفضوا كولومبيا ابلغونا. ابلغوا قوى الحريه والتغيير. نعم. انه هم حيعملوا حيفضوا ناس كولومبيا. نعم.
لكن كولومبيا تختلف من الاعتصام. أيوة. يعني هي ما في محيط القيادة. لا لا هي هي تحت الكوبري. تحت الكوبري. نعم. نعم. كانت رؤيتكم شنو انتم لما يتكلموا معكم في النقطة؟ نحن قلنا نحن أو نحن ضد أي تدخل في الاعتصام. نعم. أي تدخل. طبعًا في الفترة دي دار اجتماعات كثيرة مع المجلس العسكري أنه تزيلوا المتاليس وكذا. قلنا لهم ما بيزيلها. المتاليس دي لحماية المعتصمين. نعم. ده معمول لحماية المعتصمين. وكان بيدور جدل كبير جدا حول هذا الموضوع. أنكم تفتحوا الشوارع ما تفتحوا البلدان. نحن قلنا لهم لا. نحن المتاليس بتاعتنا معمولة لحماية حماية الاعتصام. نعم. حماية المعتصمين وما حنفضلوا. وإزالتها بتعني إنه المعتصمين في خطر. في خطر. نعم. هل كان في أي شذوذ من الإجماع بتاعكم أو لأنه يعني يمكن المجموعة هي مجموعة ديمقراطية جميعا وبتتشاوروا فيها، هل في بعض الآراء كانت متخوفة من الوجود هذا الشعب السوداني داخل المنطقة أو كان في خشية من إنه يحصل فضل الاعتصام؟ ابدا ما كنا نتوقع فضل الاعتصام. طبعا ما في زول كان متوقع فضل الاعتصام من هذه الطريقه. نعم. وكنا نحن مصرين انه الجماهير هي اللي بتحمي الاعتصام بتاعها. نعم. وحصلت عده محاولات. وكل ما يحصل ضرب كان في يوم 8 رمضان حصل ضرب. نعم. حصل نداء طوالي. الناس اللي كانوا موجودين في الفطور واحيال الحادثات بعد فطور رمضان مباشرة. نعم. تقريبا. بعد ربع ساعة من وقت الفطور ولا كده. ونحن كنا قاعدين فاطرين في الخيمة بتاعت ناس شنبات. نعم. جنب الجامع مسجد الجامع. مسجد الجامع. نعم. والضرب كان جنب الكوبري. نعم. يوم 8 رمضان. طوال حصل نداء. الأعداد أقل من ساعة تضاعفت أعداد الناس كانوا داخل الاعتصام. نعم. وده باستمرار كان شعورنا. الجماهير هي اللي بتحمي المعتصمين. نعم. داخل الاعتصام. نعم. الكثيرين حقيقة ممكن مندهشين من التواصل مع الشعب السوداني عموما. يعني أنت زي ما تكلمت وذكرت الآن يعني في لحظة النداء في ربع ساعة الميدان كان أضعاف. وين نعرف الحته بتاعت التحاور دي مع الشعب السوداني؟ هل لاحساس كل مواطن بانه الثوره ثورته؟ ولا انتم كاحزاب كنتم موزعين ادواركم داخل؟ لا لا حقيقه الاحزاب لعبت دور. الجماهير نفسها لعبت دور. تنظيمات الشباب لعبت دور. نعم. كل الناس كانوا مشاركين في انه نجاح هذه الثوره. بالرغم من انه في الفتره دي قطعوا الانترنت. نعم كان مقطوع الانترنت. وكان الانترنت مقطوع عشان النداءات بتاعتنا تاخذ زمن اطول وتقل وكده. لكن بالرغم من ذلك كانوا الناس استطاعوا ان يوصلوا المعلومه للجميع. نعم. بالتلفونات العاديه. المحادثات التلفونيه العاديه. نعم. وبالرغم من انه قطعوا الانترنت ده لم يؤثر في الزخم بتاع الثوره. طيب لما اتقطع الانترنت حصل عندكم تخوف انتم في الحريه والتغيير والمهنيين؟ كان في تخوف انه الاعداد غتجي. احنا احتجينا في لقاءات مع المجلس العسكري واتهمناهم انه قاطعين الانترنت لكسر جناح الثوره. نحن نحن محتجين على هذا وطالبنا بفتح الانترنت. وعملت اجراءات قانونيه او دوليه؟ نعم. يعني دي كان عندها اثر انه لا يعني ما افتكر الاجراءات قانونيه كانت ممكن تؤدي لفتح. ما ممكن تؤدي لانه اللي هم الموجودين يعني الضغط العام والشعور العام والتضامن هو الاثر بيضغط على المجلس العسكري عشان يتنازل في. نعم. تابعت الحراك اللي حصل في الشارع السوداني بهذه الذكرى الاليمه، تقييمك لهذا الحراك والشباب في الايام الفاتت؟ في الايام الفاتت. نعم. هي الشباب كانوا تواقين لانه الكورونا دي تكون موجوده. نعم. كورونا دي هي عطلت الناس شويه. عطلت كثير. ولكن مثلا في لو مشيت ابروف. نعم. تلقى في الشارع في شارع النيل كله ديكور شعارات البتاع وكده، عملوا احتفال حقيقي. نعم. تمام. دي الامكانيات. كان التوقع انه لو ما موضوع الكورونا كان بيكون في زخم ضخم جدا. نعم. في كل السودان. نعم. انا داري اعرف يعني مثل هذه الاحتفالات الرمزيه عندها تاثير عند الشارع اكيد لانه الشارع هو اللي تحرك. هل عندها تاثير ومؤشر عند الاحزاب وعند القوى الحريه والتغيير وقوى الاجماع وكل المنظومه؟ نعم. هي الرمزيه دي استمرار الثوره الى ان تحقق المطالب بتاعتها. نعم. وده يعني يمكن أبسط مثل يوري أنه الجماهير دي واعية. لما كان الكلام الهجوم على أكرم طوالي إميديتلي الشارع طلع يتحرك دفاعا عنه. نعم. والهجوم طوالي اختفى. الهجوم على وزير الصحة اختفى. وده بيدل أنه الناس الجماهير ما محتاجة لزول يقول لها
لانه بيجوا واعيين وعايزين يحموا ثورتهم، عايزين يحموا انتصاراتهم، وعشان كده مهما بقت في تدخلات من قوى رجعيه عايزه ترجع السلطه، ما عندهم سكه. نعم ما عندهم سكه. باشمهندس بتفتكر القوه وعدم حتى عدم المناداه، الشعب كان بينطلق نساء رجال اطفال، يعني انت بتشاهد في القياده رجل زوجته اطفاله في كتفه. نعم. القوة دي جات من وين؟ هل لأنه النظام البائد بطشه والسوء ظهر لكل الناس وبالتالي عايزين يتخلصوا منه بأي أسلوب حتى لو يموتوا؟ حقيقة دي تأكد كراهية الناس، لأنه الأغلبية بتاعت الشباب اللي كانوا موجودين هم في أعمار بين لغاية 40-45 سنة. فعلا. اللي كان عمره 7 سنين في 89 ديل هم الشباب القوم. وهذا الزخم يوري لمدى كراهية الشعب السوداني. نعم. لهذا النظام. نعم. لأن ذيل الناس اللي تربوا عليهم. نعم. بمناهجهم التعليمية بكورساتهم ببتاع الجيل ده هو اللي قاوم هذا النظام، وهو يؤكد أنه لم يعترف بما كانوا عايزين يلقينوهم له من آراء ومن كده خلال الفترة بتاع حياتهم. نعم. وبيؤكد فشل النظام. نعم. في أنه يقنع حتى الجيل اللي رباه. نعم. طيب بعد مضي عام على الاعتصام، يعني بتفتكر ابرز التداعيات اللي صاحبت فضل الاعتصام شنو؟ يعني الان نحن عام مضى وفي تداعيات كثيره جدا حصلت بعد فضل الاعتصام، بتفتكر ابرز التداعيات كانت شنو؟ طبعا بعد فضل الاعتصام توقف وكان الحوار مع الحكومه. نعم. دعينا يعني لتصعيد للنشاط واوقفنا الحوار مع النظام. بدأ التدخل الأكبر من المجتمع الدولي. جاء رئيس وزراء أثيوبيا بمبادرة، الاتحاد الأفريقي بمبادرة، وكمية من الاتحاد الأوروبي وكده، وبدأت لقاءات وكده مع قوى الحرية والتغيير. في مواطنين يعني ما شاركوا بالثورة، رجال أعمال كده بيعملوا اتصالات، ناس أسامة داود وغيره وأحمد البشير النفيلي وكده، بيدوا يعملوا علاقات أنه كيف ممكن تعملوا حوار مع النظام وكده. حوار مع النظام مع المجلس العسكري. مع المجلس العسكري وتصل. ودي حقيقة تداعيات جات نتيجة تمام في الرفض كان كامل، وده يمكن احتمال ما كل القوى السياسية توافق على رأيه، أنه الأدى لقبول تنازلات من القوى الثورية في الوثيقة الدستورية. اللي هو لأنه نحن كنا من نادي باستلام السلطة مدنية كاملة كلها كاملة، ما فيها ولا عسكري، ما فيها ولا عسكري نظام، ونعمل نظام برلماني. نعم. ما في سلطة كلها في البرلمان وكذا، إلا أنه ما توصلت له الوثيقة الدستورية كان فيه تراجع عن هذه الأهداف، بأنه أعطى سلطات لمجلس السيادة. أول شيء أدى المجلس العسكري المكون العسكري في مجلس السيادة سلطات معينة. نعم. في تعيين وزيرين، وزير الدفاع وزير الداخلية. أيضا أداهم السلطة في التشاور في مكون 33% من المكون المدني في المجلس التشريعي. المجلس التشريعي. نعم. ده للعسكريين. نعم. في مجلس السيادة التشاور. أي. نعم. أعطى أيضا المجلس السيادة ككل السلطة بتاعت الأجهزة الأمنية. نعم. الجيش. نعم. بالنسبة للأجهزة الأمنية الأخرى التشاور مع رئيس الوزراء. نعم. أعطى مجلس السيادة أيضا حق تعيين 4 مفوضيات أساسية، رئيس وأعضاء المفوضيات دي. نعم. مفوضية السلام، مفوضية الحدود، مفوضية الانتخابات، مفوضية الدستورية. نعم. ودي 4 من 4 أساسيات في العمل السياسي. أداهم لي. فنفتكر أنه هذا التنازل التم هو اللي هو من السلبيات اللي حدثت ما بعد فضل الاعتصام. نعم. هل السلبيات دي خلقت نوع من التوتر بينكم كمكون للقوى الحرية والتغيير؟ في خلافات طبعا داخل دي من الاشياء اللي احدثت. نعم. نعم نعم. طيب وما زال الاثار بتاعتها كل يوم بتتضح. يعني احنا نفتكر انه السلطات اللي اخذها المجلس السياده. نعم.
بيجت كل يوم تتسع. نعم. تصل طرف وبيجا يوسع فيها. نعم. نعم. يعني حدثت أحداث في فرسودان بين بني عامر والنوبة. نعم. الناس طلعوا في الشارع المطالبة بإغالة الوالي. نعم. طلع برهان القرار بتاع إغالة الوالي. تمام، استجاب ده للشارع. للشارع، نعم. لكن برهان ما عنده سلطة لإقالة الوالي، ده سلطة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. دي سلطة رئيس الوزراء. نعم. وافتكر أنه ده من أول القرارات اللي اتخذها مجلس السيادة في تخطي لمجلس الوزراء. نعم. الشق الآخر، الخطوة الثانية اللي عملها مجلس السيادي، تكوين المجلس الأعلى للسلام. الوثيقة الدستورية بتنص على تكوين مفوضية للسلام، يطلع لها قانون ويتعمل لها قانون وتكون هذه. تمام، التكوين بتاعها الوثيقة الدستورية أدت من المجلس العسكري سلطة تكوين وتعيين رئيس وأعضاء المفوضية. المفوضية. لكن القانون بيجيزه البرلمان. نعم. ودي سلطة مجلس الوزراء. نعم، السلطة في يد المجلس الوزراء. مجلس الوزراء. نعم. وأين أين المكون المدني في مجلس السيادة؟ والله يعني ده سؤال كبير جدا، حقه تعمل لقاء معاهم وتقول لهم يا جماعة المفروض نستضيفهم. نعم، خاصة وأنتم أغلبية. يعني أنت لو حسبت العدد هم ستة وديك خمسة. ديك خمسة. نعم. نعم. لكن باستمرار بتطلع القرارات باسم المجلس السيادة. الخمسة دائما بيطلعوا القرار. بيطلعوا القرار. نعم. نعم. طيب أنا أسأل، هل بعد العام ونصف ويصبح رئيس مجلس السيادة مدني، تفتكر إنه هذه الأشياء كثيرة حتتغير؟ طبعاً طبعاً في الظروف، لكن هي قبل ده أنه نحن في قوى الحرية والتغيير كتبنا مذكرة. نعم. طالبنا الاجتماع ثلاثي بين قوى الحرية والتغيير مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة. نعم. وحطينا عدة قضايا أنه دي مفتكر أنه لتصحيح المسار بتاع الثورة ولتحقيق الأهداف بتاعتها لابد من مناقشتها. على رأسها سلطات كل مكون من هذه المكونات الثلاثة. نعم. وصلاحياته. نعم. وكذا. نعمل تقييم للتجربة بتاعت الحكومة الفترة الماضية، نناقش قضية السلام، نناقش القضايا الاقتصادية، قضايا العدالة، قضايا السياسة الخارجية وعلاقاتنا الخارجية وهكذا. نعم. عدة قضايا ناقشناها، تم اجتماع مشترك ثلاثي طلع في المصفوفة ما يعرف بالمصفوفة. نعم. المصفوفة دي نحن نفتكر أنه نقطة البداية للتصليح. نعم. الإصحاح. نعم. إذا فعلا أنجزت هذه المصفوفة ما القضايا اللي تم الاتباع بتضع الموضوع في التراك السليم. نعم. نعم. هو المصفوفة يعني يفترض إنها تنفذ، ما هي مخطوطة فيها عنده عدة قضايا بيناقش فيها. نعم. نعم. وكونت عدة لجان للمتابعة بتاعت تنفيذ المتفق عليه في المصفوفة. نعم. عم صديق، أنا عايز لك سؤال صريح. نعم. صريح جدا. في كثير من الناس بيفتكروا إنه الحزب الشيوعي بيتهمه إنه موجود داخل الحكومة وموجود خارج الحكومة بيشتغل شغل تاني. يعني الناس، يعني معظم الناس في أذهانهم الفكرة دي. يا ريت تديني وانت واحد من القيادات إجابة صريحة للمشاهد اللي بتابعنا. أولا ما عندنا أي وزير، نحن قررنا أنه لا نشترك في مجلس السيادي ولا في مجلس الوزراء إطلاقا. إطلاقا. نعم. ولا عندنا أي وزير ولا فتلعوا في زول عنده زول بيفتكروا أنه عضو اللي عضو في الحزب شيء ولا ما عضو في الحزب شيء. نعم. ما عندنا. نعم. ولكن نحن جزء من الثورة وجزء من قوى الحرية والتغيير، بنطرح البرنامج بتاعنا. نعم. وبنطرحه للحكومة وبنعمل لقاءاتنا مع قوى الحرية والتغيير. مع مجلس الوزراء، مع وزراء براهم، مع كده، مع أعضاء في مجلس السيادة عشان نمرر البرنامج. نعم. وده الدور بتاعنا كحزب. نعم. ده دورنا كحزب. في داخل قوى الحرية والتغيير بنطرح رؤيانا والرؤية بتاعتنا المشتركة بنمشي ندفعها مع عشان تبقى سياسات بتاعت الحكومة. الحكومة. نعم. بتفتكر وده دورنا. نعم. ده دورنا كحزب. لابد يكون دوركم. ولا إلا نحن أصلا شغالين شنو؟ شغالين سياسة. كلام سليم. نعم. طيب الحديث اللي بيدور في الشارع، هل بتفتكر هو سبب غيرة من الحزب مثلا، أو هو يعني شغل الأحزاب اللي الناس بتعرفه يعني؟ والله شوف، يعني كويس إن إحنا والله كونوا يقول لنا والله الحكومة دي كلها بتنفذ، يا ريت لو الحكومة بتنفذ كل الرؤية حقتنا. نعم. نحن حنكون مبسوطين يعني. والحديث عن انه انتم يعني زي ما بيقولوا الناس كراع في المركب وكراع في الطوف، بيقولوا هم بيتكلموا. لا لا، نحن على اساس انه نحن منعارض بعض الاراء بتاعت الحكومه لانه نفتكر انها ضد مقرراتنا وضد الثوره. نعم. مثلا
اعتراضنا على سياسات وزير المالية دي منقولة وابرانا منقولة نحن وقل حرية التغيير وكلها نعم. يعني نقدنا للحكومة بيظهر صوتكم دائما انتوا أعلى ممكن لأنه يمكن لأنه من بين الأحزاب السياسية الموجودة نحن الحزب الوحيد عنده جريدة نعم الميدان جريدة الميدان نعم. الأحزاب السياسية كلها ما عندها حسة قريبة طلع صوت الأمة وطلعت الأمة. الهدف نعم يعني البحث لكن جريدة البحث لكن تاريخيا نحن من 54 جريدة الميدان لم تتوقف نعم وده بدي بدي الحزب قوة ومكانة في الشارع نعم عشان كده صوتكم عالي أنا حاجة راجع بعدين عندنا بعض الأسئلة لكن حناخد فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ثم نعود نتواصل وزي المعفنات ضفة كتير نزفنا سنين سنين وزي المعفنات ضفة مرق مرقنا نحنا معاك معاك ما بيناتنا كان عرفاك مرة ثانية برحب بكم مشاهدي الأعزاء وبرحب بالباشمهندس الصديق باشمهندس الصديق نحن حنمشي ونشوف هل الثورة السودانية حققت شعاراتها ومطالبها اللي رفعتها خلال الفترة الأولى من الحكومة المرحلة الانتقالية؟ طبعا إذا كان حققت مطالبها كنا نكون مرتاحين جدا نعم لكن لسه في قضايا كثيرة جدا لسه موجودة قضايا نعم. الحريات قضايا السلام قضايا العدالة قضايا كثير شنو تاني من التحديات اللي انتوا يعني بتجابيكم في المرحلة الانتقالية الحاجة الأساسية القضية الاقتصادية دي من أكبر من أكبر المشاكل قدامنا القضايا الاقتصادية نعم. تكونت لجنة وبعد الاجتماع الثلاثي اللي تكلمت لك عنه قبل شوية لجنة لوضع كراش بروجرام برنامج سريع انقاذي لانقاذ الاقتصاد بتاع البلد دي اكثر حاجه يمكن انتوا بتركزوا عليها نعم طيب تقييمكم شنو لاتجاهات المجلس العسكري والتزامه بتسليم السلطه في الشق الثاني من المرحله الانتقاليه والله نحن عندنا حنلتزم بالوثيقه الدستوريه ينتهي في ابريل افتكر القادم النهايه بتاعت الرئاسه وبعدين لانه المفهوم خطا يعني كأنه رئيس المجلس السيادي هو رئيس الحكومة لا نعم. مجلس السيادة ككل هو رئيس الحكومة نعم الرئيس ما عنده أي سلطات ما عنده أي سلطات نعم نعم يعني تقييمكم إنه الفترة حتنتهي نعم نعم طيب في آراء بتدعو لإجراء انتخابات مبكرة يعني في الميديا طلعت أو رشحت أنباء قبل انتهاء الفترة الانتقالية أنتم على الآراء دي ولا عندكم رأي والأسباب شنو يعني أسبابنا أن إحنا المهام بتاعت الفترة الانتقالية كثيرة جدا ونتوقع أنه حتى 3 سنوات ما كافية لإنجازها نعم نحن عايزين نراجع كل القوانين مقيد الحريات وإلغاء عايزين نراجع قضية السلام عايزين نراجع قضية بتاعت التعويضات قضايا كثيرة جدا ونفتكر أنه الفترة الانتقالية زادت قصيرة نحن كنا في الأول خاتين 4 سنوات نعم في التفاوض نزلت إلى 3 سنوات ويفتكر أنه 4 سنوات دي ذاتها كان في ناس رأيهم كان أكثر من 4 سنوات كل ما يكون الفترة الانتقالية أطول كل ما يكون الإنجاز بتاع مهام الثورة أكبر نعم. طيب الأزمة الاقتصادية تكلمت أنت عنها قبل شوية والأزمة المعيشية اللي الآن ضاربة على الناس يعني رؤيتكم شنو الخروج من هذه الأزمة أولا لابد من أن الحكومة تخش في العملية الاقتصادية بمعنى الحكومة دي كان عندها شركات تجارية وصناعية كثيرة جدا ملكت بعضها للجيش بعضها للأمن بعضها لمش عارفة وشركات زي ما يقولوا أيوة ما معروفة لابد من مراجعة هذه الشركات أنه على أساس أنه وزارة المالية تكون هي القيمة على قروش حكومة السودان على كل المال العام كل المال العام يكون حق الحكومة نعم ويكون خاضع للحكومة لابد من أنها تخش عشان تحقق لمستوى معيشي في يد الجماهير أنها تخش في استيراد القضايا الأساسية
الحاجات الاساسيه تحل العدس الرز ما بعرف السكر بتاع حاجات زي دي الاقمشه كده تخش في القطايا الفضائع السلع الاساسيه تخش كاستراده عن طريق شركاتها الحكوميه تابعه للحكومه والتوزيع عن طريق تشجع التعاون التوزيع عن طريق الجمعيات التعاون هل هي سائره الان في هذا الاتجاه؟ نعم بدأت نعم في مناقشات فيها وماشيين فيها الحاجه الثانيه تخش في الاستيراد نعم. عشان هي عشان تعمل ده لابد من انها تخش في الاستيراد شركات نعم. الحكومه وكده عشان كده البدايه انه كل الشركات تكون خاضعه للحكومه نعم شركات التجاريه لوزاره التجاره شركات الصناعه لوزاره الصناعه نعم. نعم. والمال بتاعها خاضع لوزارة المالية والاقتصاد نعم طيب الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات يعني الناس بتتحدث عن رفع الدعم عن المحروقات وهو واحد من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيش البلاد أنا أفتكر ديس فلسي ده كلام ما بيأدي السيد وزير المالية قال العجز 188 مليار جنيه سوداني وعايز يغطيها بالأفعال قلنا في طرق أخرى غير الدعم الأساسي نحن نفهم الدعم للمواطن مش أنك رخصت البنزين ولا غليت البنزين الدعم الأساسي الخدمات اللي بتقدمها أنت للناس الخدمات في التعليم في الصحة في البنية التحتية في كده في الدواء في أيوة دي الخدمات الدعم يكون ده أنك الحكومة تقدم خدمات للجماهير وده الدعم اساسي نعم. مش الدعم في انه رخصت بنزين او غليته او غليته عشان كده النظره مش كل الدعم هو بس كل الناظر ليه هو وزير الماليه انه نبيع البنزين بسعر تجاري حصل البنزين في حصلت الكورونا دي نعم. وصل ماينس فعلا ماينس نزل نعم ايوه فدي القضيه القضيه الدعم الاساسي للجماهير هو الخدمات اللي بتقدمها الدوله للجماهير نعم. ودي ده خلافكم مع ده خلافنا في المفهوم ذاته بتاع الدعم المفهوم العام نعم نعم والان الحكومه ماشيه في اي اتجاه والله وزير الماليه لسه مصر على ده لكن في اللجنه الاقتصاديه اللي قلناها تكلمت عنها قبل شويه عندها رؤيه وقدمتها وشغالين في اللجان الاقتصاديه شغالين لتقديم البدائل الاقتصاديه يعني هناك عدم اتفاق بين الخبراء الاقتصاديين وحتى وزير الماليه نعم نعم ده اللي يقود لاي اتجاه الحل بتاعه ما في الحل بانه تكونت اللجنه الاقتصاديه اللجنه الاقتصاديه قراراتها هي تكون هي البتسل. هي ملزمه على هي ملزمه الحكومه ملزمه الحكومه وهي رئيسه رئيسة حميتي ونائب وحمدوك نعم فعشان كده هي تكون قراراتها ملزمة قراراتها ملزمة نعم. طيب لا يعني يمكن قبل ما أختم يعني عندكم رؤيتكم شنو للتفاوض اللي بدور الآن في جوبا حول السلام مفتكر أنه ما ماشي بطريق السليم ولا مفتكر أنه مبدئيا الأبروش كان غلط نحن مفتكر أنه طوال الفترة الماضية ناقشنا قضية السلام نعم والأجزاء والحاملي السلاح كانوا جزء مننا كانوا حلفاء لنا وعملنا عدة لقاءات من اللقاء بتاع أسمرة للقضايا المصرية سنة 95 وعدة لقاءات عملنا لقاءات بعد كده في كامبالا عملنا لقاءات في أديس أبابا عملنا لقاءات في باريس كل القوى السياسية عندها برنامج يسمى برامج السياسات البديلة فيه معالم كيف نحل قضية الحرب حول قضيتين أساسيتين الأسباب اللي أدت للحرب هي التنمية الغير متوازنة في البلد وعدم التوزيع العادل للسلطة الشيء الآخر الحرب الدمار سببته الحرب معالجة القضيتين ديل هي القضايا بتاعت السلام دي القضايا الأساسية في السلام ودي قضايا برامجية وكلها محتاجة لصرف مادي نعم. عشان كده هي مربوطة بالسياسات المالية للدولة ولا بد من أن الناس يقعدوا مع بعض في الإمكانيات القليلة بتاعت الحكومة كيف نعمل ده نعم. نقعد كلنا مع بعض نضع سياسات لكيف نحل عدم التوازن في التنمية وكيف نحل عدم التوازن في التوزيع بتاع السلطة وكيف نحل القصة بتاعت الآثار الدمار سببت الحرب نعالجه كيف نعم. دي رؤيتنا نحن للسلام ما حادث في جوبا اغلبه هو محاصصات وكذا طيب بتفتكر انه يعني هذه المفاوضات قد لا تنتهي الى سلام؟ هي طبعا قصه سلام بالمعنى بتاع انه حرابه قايمه بين الحكومه وكذا ده وقفت من 11 ابريل نعم. من سقوط النظام بتاع الحشاد السلاح كان مشهود بين حامل السلاح والنظام بتاع عمر البشير ده توقف من 11 ابريل حسب ما في السلام نحن بنتكلم مضمون السلام بانه يكون في
القضايا اللي قامت الموجودة، القضايا الاقتصادية، الحاجات اللي بتسبب حرب نحلها. عشان كده سلام. سلام بين وهو مش موضوع بتاع الناس عامل سلاح برا. ما عندنا مشاكل كبيرة جدا بين عندنا قبائل اللي عندها سلاح، عندنا بتاع، عندنا خلافات حول الزراعة، حول الأرض، حول المسارات بتاعة الرعاة والمزارعين، وكل يوم تحصل كلاشز بيناتهم. ده السلام. السلام هو الاستقرار الكامل والتوافق الكامل في المجتمع. ولكن كيف يحصل ده في ظل الظروف القائمة الآن؟ ده يحصل بأنه نحن نفتكر أنه المحل بتاعه الحوار بتاع حوله ما في جبهة، الحوار بتروح هنا. ومن المشاركة بتاعت كل مثل حامل السلاح، كل الفئات بتاعت المجتمع، كل الفئات بتاعت المجتمع نتحاور. ودي القضايا نحن نفتكر أنها تعبرنا عنها بالمؤتمر الدستوري. أنه خلال الفترة الانتقالية نعمل مؤتمر يناقش كل التجربة منذ الاستقلال إلى الآن، نناقش كل تجربتنا، كل النواقص فيها، عشان نضع حلول لقضية السودان. نعم. طيب إذا تكلمنا عن المسارات، المسارات الآن الموجودة، عدد المسارات، نتحدث عنها شوية. مسارات السلام بتاعت السلام. يعني مثلا أنا ممكن أدي أمثلة. المسار بتاع الشرك. يتحدث عن إعطاء مش عارف جفهة الشرك 14% من الوظائف. ده خطا، لان الخدمه المدنيه مما قامت اي تسييس لها خطا، لا يكون قبلي ولا سياسي. الكفاءه هي اللي تحدد الكفاءه. نعم. نفس الوضع موجود في الاتفاقيه بتاعت دارفور. نعم. 20% من الوظائف في دارفور لابناء دارفور. ده خطا. انا افتكر المسارات ما شاف خطا. في ايضا الكلام عن تخصيص 40% من الموارد بتاعت الولايه المعينه لمده 10 سنوات تحل هذه القضيه. اولا نحن حكومه انتقاليه. نعم. سلطتنا 3 سنوات، لا يمكن نحن نربط الحكومات الجايه 7 سنوات القادمه بقرارات نحن. انا افتكر ده ما ساير الان في المسارات. انا افتكر عيوب كثيره جدا. نعم. وده عشان كده ما حيؤدي لاستقرار في السودان، حيؤدي لمعارضه لهذه القرارات، وحيؤدي لخلافات ايضا. تمام. ما خلافات بتقود لحرب، لكن خلافات انه ما بتؤدي لاستقرار في السودان. نعم. طيب في حاجات يمكن برضو الميديا بتتكلم عن البند السادس، كثيرين جدا يمكن ما مدركين ما هو البند السادس ولا ماذا يعني البند السادس، يعارضون البند السادس، يا ريت تكلمنا شويه. هو الناس كانوا موافقين على البند السابع. نعم. البند السابع هو التدخل. نعم. التدخل ايوه، كانت موجوده قوات اليوناميد وقوات الذمميه موجوده وبتاع. نعم. البند السادس هو اقل، هو زي يعني درجة أقل من التدخل بتاع الأمم المتحدة للاستقرار. نعم. عشان كده نحن تمام طلعنا بيان كحزب شوي، طلعنا بيان ما معترضين على الفكرة بتاعت البند السادس. نعم. معترضين على اتخاذ القرارات المفردية. نعم. وهو ربطنا بقرارين في السياسة الخارجية، برهان قابل نتنياهو. نعم. وحمدوك البند السادس، كتب البند السادس. نعم. الاثنين تمم بدون مشاورة الآخرين. أنا أعتقد أنه ده الخطأ. ده الخطأ، لكن أنت تتكلم عن المضمون أو لا ما أتكلم عن المضمون. أنا أفتكر أنه ده أخف وأخف. نحن كنا قبل، نحن بالعكس كنا داعمين وجود اليوناميد ما ينسحبوا حماية للناس الموجودين في المعسكرات. نعم. لغاية آخر لحظة النظام، في ظل النظام السابق كنا من نادي باستمرار قوات اليوناميد لحماية المواطنين. تمام. بعد سقوط النظام يبقى ما في عناصر بتاعت الأمن مفروض تتغير السياسات، ما محتاجين لحمايتهم، ما محتاجين لقوات اليوناميد. نعم. محتاجين لقوات السودان. طيب احنا إذا تكلمنا الآن السودان، ويمكن تكلمت في البداية العديد من الرؤساء حضروا للسودان، والآن نحن بتفتكر يعني كسودان الشيء اللي ممكن نستفيده من سياستنا الخارجية اللي كانت في العهد البائد كانت عندها أدوار كبيرة جدا أثرت على حتى على الاقتصاد السوداني. نعم. نعم. والدخول في دخولنا في حرب اليمن. نعم. واحد من السياسات الخارجية أن احنا ضدها. لا عندنا علاقة مع اليمنية، عداء معاهم ولا كده، ولدي محاور. نحن ضد الدخول في محاور الصراعات الموجودة في المنطقة العربية. نعم. نحن نبني علاقاتنا الخارجية لمصلحة السودان ومصلحة الشخص الطرف الآخر، بنعمل معه علاقات. نعم. المصالح المشتركة بين الاثنين. نعم. ونرفض أي دخول في محاور في صراعات الموجودة في المنطقة العربية. نعم. سواء كانت صراعات سياسية أو صراعات حربية. نحن ضدها. عشان كده نحن في نفس الوقت في السياسة الخارجية نحن عندنا قضايا مع دول الجوار. خاصة مع أثيوبيا
ومصر. مصر نعم. أثيوبيا الآن حصلت حتى كلاشز مسلحة في الأيام الفاتت. نعم. مع مصر في احتلال كامل لمنطقة مثلث حلايب. حلايب. وأنا أعتقد دي قضايا لابد من السياسة الخارجية بتاعتنا تهتم بحلها للوصول لحل سلمي للقضيتين. نعم. ما حنقول والله عايزين نحارب مصر ولا نحارب أثيوبيا، لكن نتخذ القرارات السياسية السليمة في حل هذه القضايا. نعم. طيب تفتكر كيف يعني الناس يمكن تصل والآن يعني يمكن الشعب المصري الشعب السوداني بل حتى يمكن الحكومات في تبادل كثير من العلاقات الجيدة والطيبة اختلفت من النظام البائد، يعني كيف الناس تقدر تصل لهذه النتائج وفي هناك من يشحن وهناك من يؤلب وهناك طبعا يعني طبعا في المحاور دي محور بتاع الرياض براه يعني وكده نعم. المحاور في قطر والامارات ونحن دخلنا في حرب بتاعت اليمن بقواتنا وكده دخلنا في هذه في الصراعات الموجوده في ليبيا وهكذا. نحن ضد بصوره عامه ان احنا حسا طالبنا بانه نعمل في المصفوفه اللي قلت لك عليها نعم. لجنه لمراجعه السياسات الخارجيه بتاعتنا نعم. وكوّرنا لجنة، وزارة الخارجية جابت لنا تصور نعم. بتاع وزارة الخارجية أن إحنا عندنا اللجنة بتاعتنا تدرس في التصور بتاع وزارة الخارجية وحنطلع بمقترحات تقدمها للحكومة. نعم. طيب نحن نرجع للاعتصام تاني وفضل الاعتصام وتأثيراته اللي انعكست على الشارع السوداني والشعب السوداني. والله أنا ما فاكر يعني الاعتصام فضل الاعتصام ده يعني طلع بآلام كثيرة. آلام كثيرة. آلام كثيرة. نعم. يعني وحتظل الذكرى بتاعته لعشرات السنين اللي قام. نعم. الناس ما حينسوا. تمام. نحن فقدنا كمية من الأرواح أكثر من 2 مليون في الحرب في الجنوب وفي الجنوب وفي دارفور وفي دارفور وفي الشرق وكذا. نعم. ولكن فضل الاعتصام كان عنده خلاف. نعم. حرب تمام. أشبه في الحرب أيام الحرب. بالقنابل ضرب المواطنين عن طريق سلاح الطيران لكن ده فضل الاعتصام كان الناس نايمين في رمضان ومستقبلين العيد وفجر اليوم الناس مساهرين كانوا في محل الاعتصام كان الناس بيساهروا بالنوم بعد الساعة 2 نايمين يقوم قبل طلوع الفجر والناس نيام يسمعوا ضرب الرصاص وحرق الخيام اللي كانوا موجودين فيها، الخيام دي كانت اكثر من 200 خيمه. نعم. لما مشيت صبيحه بعد فض الاعتصام رماد. كلها رماد. كلها نعم. رماد. نعم. سواد رماد. كلها. نعم. حرقوا الناس، في ناس اتحرقوا. نعم. في هذه الخيام. ده ما حصل في السودان قبل كده. ما حصل. نعم. حصلت مجزره قبل كده في جوده في 55. الناس انقفلوهم في عنبر وكده عنبر جوده. نعم. لكن بهذه الصوره بتاعت ناس في نايمين يضربون الرصاص ما حصلت في السودان نعم. وعشان كده الآلام والذكرى دي كبيرة كبيرة متجددة متجددة نعم. طيب بتقول شنو اللي أسر الشهداء وكل الشعب السوداني للشعب السوداني وأسر الشهداء أن إحنا حنناضل إلى أن نحقق لكل القضايا اللي ناضلوا الناس ديل وفقدوا أرواحهم في سبيله نعم. من حقيقة النضال ده بدأ من النضال ضد الاستعمار فقدنا مئات الشهداء وآلاف الشهداء ديل كلهم لابد من نحقق الآمال بتاعهم ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها لتكريم شهدائنا أن نحقق ونناضل من أجل الأهداف اللي ضحوا بأرواحهم لأجلها. نعم. أنا بحييك كثير جدا باشمهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقيادي بتحالف قوى الاجماع الوطني والحريه والتغيير، شكرا لك كثير وسعدنا بك في هذه الصباح. شكرا جزيلا. اهلا ومرحبا بك. شكرا. وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذا اللقاء، ومره ثانيه الرحمه للشهداء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكونوا في الميين، وامنياتنا للجرحى ان يشفوا سريعا او يشفوا سريعا، وايضا امنياتنا بان يعود المفقودين. وحتى لقاء جديد مشاهدينا الاعزاء لكم دائما احلى تحية. انا اسف على التاخير اريس انت وشام غنى خلاص جانا النسيم هبا اريتك لو تجينا هنا تجينا نونسك حبا أنا الحب الشتلتمنا